ان انا كل ما هيطمئن الست دي وكل ما هيحسسها بالامان، لان الامان عندها اتكسر، ان انا عليا دور كراجل ان انا اعيد بناء الثقه دي. ايه الدور اللي شايفاه المفروض الراجل يوريه للست بعد ما يعتذر عن خيانته لاول مره وانه دي غلطه ومش هتتكرر؟ كل يوم يدخل يبوس ايديها. احنا نشوف ممكن يعمل ايه بقى. نعرف ايه اللي اتكسر عند الست عشان نعرف الراجل دوره. هي اكيد اتكسرت نفسيا. دي اول ثقه بالنفس، ثقتها في نفسها. الامان بالظبط، الامان في انه انا اقدر اي خدمة في اللي انا بقول اللي انت بتقوله لي والعلاقه اللي كان بينا. مفاهيمها على فكره عن الحياه وعن الحب صح، وعن علاقتنا وعن انا وعن انت بتهتز تماما. فانا دوري كراجل ايه؟ ان انا ارجع الحاجات دي تاني، احسسها قد ايه هي المشكله ما كانتش عشان انت ست وحشه، صح انا ضعفت او ست ناقصه حاجه او ست ناقصه او في حاجه ناقصاكي بالظبط كده. ففي دور مهم عليا كراجل ان انا ارجع تاني ثقة الست دي في نفسها، ثقتها فيا، ثقتها في العلاقة اللي ما بيننا، ده واحد. في دور على الست على فكرة عشان بس ما نبقاش كل الأدوار. إيه اولا دور على الست ان هي يعني كمان يعني جوزها خان عليها دور. عليها دور. ايه بقى دور عليها الست؟ دور لان هي الخيانة هو في فاعل اسمه الراجل في الموضوع، في مفعول بيه، في العلاقة دي حصل فيها كسرة. فبناء العلاقة مش اعادة بنائها، مش الدور على الراجل لوحده. في دور على الست اولا ان هي تبتدي هي تعمل الحاجات اللي ترجع لها ثقتها في نفسها، ومش بس الراجل اللي هيديني ده، صح. انا محتاجه ابتدي انا كمان احوط نفسي بالناس اللي انا بحبهم، اعمل الحاجات اللي ترجع لي شعوري بالقيمه عشان القيمه دي اتهزت عندي. فدي واحد. الحاجه الثانيه، بس العيب ما بيبقاش الست، هو الراجل بيبقى ناقص على فكره، مش بالضروره تبقى دايما. يا بنتي بطلي تغلطي في الرجاله يا بنتي. هو انت يعني على راسك بطحه؟ اللي بيخون انا صوت الرجاله هنا، اللي بيخون صوت الرجاله. لا ما انا هقول كلام هيعجبك قوي دلوقتي. ما تقول ناقص. اتفضلي يا استاذ. بص يا ابو سعيد، الخيانه شكل من اشكالها هي الخيانه بتاعه الست لراجل لواحده ست ثانيه، مع واحده ست ثانيه، ده شكل من الاشكال. بس الاهمال خيانه، ال 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 عدم التحقير او التقليل من الشخص اللي قدامي خيانه، الكذب في امور تانية في الحياه خيانه. فانا ممكن اكون تاني، ده مش مبرر، ما حدش يا جماعه بيبرر الغلط، لكن انا ممكن اكون خنت في العلاقه دي حتى لو باشكال مختلفه عن ان انا عرفت حد تاني. ممكن انا اكون قللت من الشخص ده بطريقه، ممكن اكون اهملته بطريقه، ممكن اكون اهملت في نفس الطريقه، ده مش مبرر انه يغلط. ولكن ما ينفعش دايما لما حد طرف فينا يغلط اكون روح طب انت السبب وانت الشيطان وانت الوحش وانت المفروض تعمل كل حاجه وانا ملاك بريء انا ما عملتش حاجه في الدنيا. بس في ممكن بتبقى ملاك بريء فعلا، ما احنا مش عايزين تمام معمل. مفيش مشكله. معش كده بقول انا هريفلكت على نفسي وهريفلكت. عشان كده الدور اللي مش انا قلت لك في دور على راجل، في دور على الست، في دور على احنا الاثنين مع بعض. اكيد الدور على الراجل قلناه، دور على الست ايه؟ انا محتاجه ابتدي ابني ثقتي في نفسي مره ثانيه لوحدي غير اللي الراجل هيعمله معايا. محتاجه احاول اوقف نفسي من ان انا ادور على التفاصيل لان بتوجع، ان انا ادور على طب كنت فين، طب الساعه كام، طب رحت ايه، طب دي اعتقد ان هيزيد الموضوع عندها بعد ما عرفت انه بشكل رهيب. هتبدا تسهل خلاص. فحاولي تبقى بارانويد بقى. حاولي انا عارفه ان الموضوع صعب، بس حاولي تمنعي نفسك انك تدوري على التفاصيل. في دور على الست على فكره انها ما تفضحش اللي حصل. اكيد لانها لما تفضح هتفضح نفسها، هتفضح أولا. ومش بس كده، في الاخر هم لو اتصالحوا هتفضل صح. الناس دي عارفه ان الراجل ده عمل ايه، ممكن يقوموها عليه وبعد بالزبط. فتره ينفصل. وفي دور على الست كمان، ودي بقى نقطه مهمه قوي على فكره ما حدش بيتكلم فيها. ان لو انت يا بوسينا شايفه او حاسه انك عايزه تكملي او عايزه تدي العلاقه دي فرصه ثانيه او بتحبيه، ما تخليش الضغط المجتمعي صح. اللي بيقول لك لا لازم تطلقي بتاع وجروبات الستات اللي بتقاوم بعض دي.